كل عيلة يصرف لها 50 جنيه على وجه السرعة، واصرف خيمة لكل أسرة وبطاطين بعدد الناس. وربنا المعبود، البيت ده اتحرق بفعل فاعل. معمل الجناية هو اللي هيقرر إذا كان الحريق بفعل فاعل ولا بسبب إهمالكم. يا بيه الشرنوبي هو اللي حرق البيت. مين الشرنوبي؟ صاحب النادي الكبير. أيوة يا أبو لطيف. كله تمام؟ انتهى خالص؟ طب والبوليس؟ طيب طيب طيب، خليك انت هناك وبكلمني تاني. يا باشمهندس، يا باشمهندس، مش لسه صلاح عبد السلام الغرباوي برضو؟ اي خدمة. اتفضل اركب، عايزك في موضوع مهم. خير؟ خير ان شاء الله، تعال اركب. وبالعافية تطلع مين سيادتك؟ انا عمك ابو الفتوح، اتفضل. طيب ونيتك صافية، وكل واحد بياخد على قد نيته. خد مخرطة تعمل 30 عملية هدية من الشرنوبي بيه. طب والشرنوبي بيه لما مؤاخذة بيهدينا مخرطة بمناسبة ايه؟ انت يا ابني مش الورشة اللي انت بتشتغل فيها اتحرقت؟ ولما هو طيب وبيعرف ربنا كويس حرق البيت ليه؟ شوف اديك ظلمته، الشرنوبي بيه اصله له اعداء كتير وعاوزين يلفقوا له تهمه بالزور. طب ما هو لو بريء القانون هينصفه. هينصفه؟ طب امال مين الفاعل؟ انت ايه؟ انت ما بتاكلش سلطه ليه؟ تفتكر الفاعل هيتحكم عليه بقد ايه؟ مش عارف، مش اقل طبعا من 3 أشهر حبس. بس لحسن الحظ. يعني ايه؟ يعني الشرنوبي بيه ما يستاهلش البهدله دي. ويتبهدل ليه؟ مش بتقول انه بريء؟ ومين يعرف انه بريء غير انا وانت؟ لا انا ماليش. ايه بقى اللي نقدر نعمله علشان نثبت براءته؟ لا حكايه براءه يا ابني، ده العمل الصالح له ثوابه في الدنيا. يعني المخرطة دي قصاد اني اسم الله عليك اروح المحكمة واشهد ان البيت بريء؟ لا، تروح المحكمة وتعترف ان انت اللي حرقت البيت. خير خير، اتفضل. طيب ها قلت ايه؟ ايه رأيك؟ ها سمعني الموافقة؟ قلت ايه؟ ما تتكلم. انت لما تقابل الشروبي بيه هتتفك عقدة لسانك. اقابله؟ اه تقابله شخصيا. بص عيد يا مسجون، بطل ضحك، بص يمينك.
خش. اترزق. سلام. شرفت دار الاصلاح والتقويم. اسمي كريم. صلاح. ومحسوبك شمشون. وانا فاروق. ايه رايك في اعمالي؟ هذه اعمالي بقى لمؤاخذه في القرافه. يامك. دي معدتك هتاخد عليه. تسمع؟ شكرا. اتفضل. لا اتفضل. طب الاكل والسجاير؟ خد منه. الراجل خد. انا ما تكسفنيش بقى. صدق يا شمشون، انا قعدت اشتغل في الورقه ام خمسه دي، لو قلت لك طبعت منها يجي 10,000 ورقه ولا اي حاجه خالص. اتجوزت وفتحت بيت واخر نغمغه، الحكومه كانت تايهه عني خالص، لكن لما فكرت ارسم دولارات مسكوني من اول دولار. شفت القيمه؟ انت بتزور؟ انا فنان برسم الفلوس. ومحسوبك بيقتل النفوس. ليه؟ شغلتي كده اللي باكل منها عيش. ده مش كده يا صلاح، الزعل يطول ايام السجن. يعني الفرحة هو اللي هيأثرها؟ معلوم.
مش بيقولوا الاوقات الحلوه بتمر بسرعه؟ خلاص خلي كل اوقاتك حلوه. ما في السجن زي الحريه بالظبط، فيه الحلو وفيه المر. المر انا عارفه كويس. والحلو مسيرك تعرفه. وايه الحلو بقى اللي في السجن؟ الصحوبيه مثلا. الصحوبيه اللي على حق تلاقيها جوه السجن، ما تلاقيهاش بره السجن. كتير ما بقاش الا القليل. مفيش اخبار عن الافراج؟ انا قريب ان شاء الله. شمشون! صلاح! اكل ملكي. مادام لفاسة حلو في الطبيخ. لفاسة حلو في كل حاجة. يبقى صديقتي وليا كانت عايزينها تلاقيها راجل.
كتولية حلوة وما معهاش غير 10 جنيه، مدتها كنت باخد في الراس 100 جنيه. مدت ايدها وبتديني 10 جنيه وبتقول لي بقالة. قلت لا، حط فلوسك في جيبي. حرام حرام اخد منها 10 جنيه وداخل عليها عيد. وقتلت الراجل مجانا. لا يا شام، بتقدر ظروف الناس. على الله بقى القاضي يقدر ظروفي. قاضي ايه؟ الاستئناف يعني ولا ايه؟ لا، دي قواضي قتل قديمة غير اللي انا داخل بيها. هي الجلسة امتى؟ 15/6 اللي جاي. تفتكر هاخد اعدام ولا مؤبد؟ طيب ايه رايك بقى انك انت هتطلع براءة؟ ازاي؟ انت مش قلت للولاية خلي فلوسك في جيبك؟ ما هو كان داخل عليها عيد. خلاص كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ولا يا فاروق؟
الجواب ده ونبيع فين؟ لا انا قريهولك قبل كده 10 مرات. اعمل ايه؟ ما هو مفيش بصاجات النهارده. هو انت ما يهدلكيش بال الا بجواب كل يوم وكل ساعه نحره. هو انت عشان ما حدش عبرك بجواب من يوم دخلتك؟ جواب اهو يا اختي. ورينا. خدي اقري يا فايزه وسمعيه. حبيبتي ببعت لك سلام مع الحمام، والزهور لو نطقت هتقول لك بحبك بحبك بحبك. ليلة امبارح حلمت بيكي حتة حلم كان له العجب. كلامي يقطع القلب صحيح لكن ما ياكلش عيش. كان حاطلك جنيه في الجواب تجيبي سجايرك. انا باخد جنيه بس انت بقى تدفعي جنيه علشان حد يبصلك. والله ما تفكرنيش عارفه يتكلموا. اسم الله عليكي يا اختي يا بتاعت الجامعه. لا يا بنت انتوا هي عسي ليل الهيله هوب يا شاويش قلبي بيطب. 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 انا اشتغلت 5 ساعات زياده مش هتكتبي لي بيهم الست؟ بعدين دول 5 ساعات ب50 قرش. انا اولى بيهم يتحطوا لي في الكانتين. لسه برضه اخوكي ما بيزوركيش؟ تلاقيه مشغول قوي. انت عارفه بقى الدكاتره ولا بيبعت لي الجوابات؟ يمكن يكون في بعثه في امريكا ولا في انجلترا. اصل طول عمره كان متفوق في دراسته. كتر خيرك. سعيده خلي بالك بكره عيد الغطاس وانا مش جايه. الغرز في بالي وعلميهم على قص الباترون. حاضر. كل سنة وانتي طيبة. ان شاء الله بإذن الله كده ربنا هيكرمكم بكرة والدنيا تمطر. تغرق الدنيا كلها مطر. انا كنت فاكر ان الحب مسألة نزاهة ومنظرة. وان اللي تعبان في عيشته ما بيجيلوش قلب يحب. مظبوط. صح. لا مش صح. يعني من غير علام كده. اللي ظروفه صعبة يحس الحب أكتر من اللي ظروفه مستريحة. أنا متهيألي إن اللي ظروفه يعني متيسرة ومستريحة ما يحبش. يحب ليه؟ وكمان ما يحسش. بيتقتل عنده الشعور. يعني أنا مثلا مع كل الضيق اللي أنا فيه ده وحبيت. بعت لها جوابات. أنا معرفش هي مين. معرفش اسمها. أنا حتى ما أعرفش شكلها. طب ما أنتش معلمها بعلمها. أيوه. منديل أخضر كان في إيديها وكانت بتلغيني بيه. خلاص ابقى اكتب على الظرف إلى ذات المنديل الأخضر. Thank you.
جت، البوصه جت. طيب حاضر هقراها لكم حالا. عنك انت بس اقري لنا. خدي يا بنت شغل غسيل، خدي على الباب. ده جواب شريف. علي يا عمر، ده عشانك انت عطيان. خدي زين. حسنية الشهيرة بفتكات رمش العين. هو مسميكي كده ليه؟ الأخت العزيزة ذات المنديل الأخضر، هديكي أرق التحيات، وأحب أعرفك بنفسي. أنا صلاح عبد السلام الغرباوي، دبلوم صنايع، شاطر جدا في الخراطة، لكن مكسبي كان مكفيني بالعافية، خصوصا وأنا عندي أحلام كبيرة، فدخلت السجن عشان أبني مستقبلي وأكون نفسي. بصراحة أنا كنت مهموم وحزين، ولكن راحت همومي لما شفتك وشفت اللون الأخضر بين إيديكي. ربنا يجعل سنيني كلها خضرة. وختاما أتمنى لك السعادة وراحة البال. مخلص ليكي صلاح. صلاح، ايه حكاية انك دخلت السجن عشان تبني مستقبلك؟ طب ازاي؟ عايز افهمها دي. فايزة، 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 أنا شايل تهم عن واحد كبير نظير إنه يأمن لي مستقبلي، واتحكم عليا بعشر سنين، لكن أنا ناوي أخرج في نص المدة، لأني بعيد عن المشاكل والشغب، وأنا متشكر جدا لأنك اهتميتي بيا، وده دليل إنك إنسانة، وقلبك طاهر، وعلى فكرة، أنا عمري ما هسألك أنت دخلت السجن بتهمة إيه، لكن يهمني أعرف محكوم عليك بقد إيه. أخي العزيز صلاح، أنا اسمي فايزة حسن، كنت في الجامعة وكان فاضل لي سنة واتخرج، لولا اللي اتحكم عليا بثلاث سنين. قربوا يخلصوا، عقبالك. أنا فكرت في طريقة نقدر نشوف بيها بعض من قريب، أطلب منهم يشغلوك نبطشية عيش. أنت عارف إن سجن النساء ما فيهوش فرن، كراية العيش بناخدها من سجن الرجال، وأنتم كل يوم بتشيلوا العيش لغاية البوابة، بوابة سجننا، سجن النساء. أنا هكون في النبطشية اللي بتستلم منكم،
بالطريقة دي نتقابل عند البوابة. بس احنا ما نعرفش شكل بعض. سهل انك تعلم نفسك بعلامة وعلم نفسي بعلامة. ولا اقولك بلاش تعلم نفسك بأي علامة ولا انا كمان، ونشوف اذا كنا هنعرف بعض ولا لأ. لو عرفنا بعض يبقى ارواحنا موافقة بعض، ولو تهنا عن بعض يبقى يا دار ما دخلك شر. سيبني اعرفك بقلبي وتعرفني بقلبك. بس انا عاتب عليكي، ليه خبيت اعلانك بالجمال ده؟ صلاح لازم تعرف انا دخلت السجن ليه. انا كنت صدقيني انا مش عاوز اعرف. كل اللي عايزه دلوقتي ان المسافه اللي بينا تصغر. أنا نفسي أشوفك من قريب وحاسس إني هلاقي طريقة إن شاء الله. Thank you.
صل على النبي. خد اشرب. اشرب شمشم. على مهلك. بس جارد. امسك. خد فاروق. بحلم بمشانق في كل حته. الجلسه قربت وانا متشائم. ربنا رحمته واسعه. واحنا عبيده. دور شايب العنابه. لا. ما تعملش حساب فاروق. اعمل ليك انت وشمشون بس. الغدا عننا يا صلاح. انت بقالك 4 ايام ما بتاكلش. انت مضرب عن الطعام. الله. طب مش تقول لنا يا اخي. صحوبية ايه ده؟ انت خدت الشربة؟ لا ليه؟ ليه؟ عشان ما يجيلكش التسمم. تاخدها دلوقتي. لا هي كمان ما خدتش شربة. انتوا متفقين تتقابلوا في المستشفى؟ ما هم نقلوها المستشفى امبارح. جسمها ما استحملش الجوع. وانا اهو ما حصليش حاجه. بان عليها واخد على الجوع. شمشون انت قلبك جامد. اضربني اضربني. افتح لي دماغي. اعمل لي عاهه. اي حاجه توديني المستشفى. تفكرني ايه يا اخي؟ ما عنديش قلب. انت هتعمل لي معروف. لازم اروح المستشفى باي حاجه. يلا. يلا حرام عليكم حرام عليكم. يلا عايز اروح المستشفى عايز اروح المستشفى عايز اروح المستشفى. حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم. عايز اروح المستشفى. حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم. صلاح نام دلوقتي. اطمن يا صلاح ليك على ايه. بكره الصبح تخرج من هنا على نقاله. انا ما شفتكش قبل كده. انا دكتور من الداخليه جاي للمسجونه اللي اتحولت عندكم. هي فين؟ ده راجع في السجن يا فندم. ليه بس؟ الحمد لله بقت كويسه والدكتور قال انها ترجع. والدكتور مش عرفه مش هيتعاون يخرجها. كان لازم اشوفها انا بنفسي. يا
تانية. صلاح صلاح عبد السلام غرباوي دور 3 زنزانة 5. لكن ده انت افراج الدفعة جاي. بعد اذنك احنا هنكتب هنا في السجن. هو محكوم عليه بقد ايه؟ 10 سنين ان شاء الله هيصفوا على 5، فات منهم سنة دلوقتي يبقى فاضل 4. ولنفرض، لكن هتعملي ايه في السنين دي كلها؟ هستناه. مظبوط يا فندم، 10 سنين كتير، بس انا مش نقعد عندكم الا 5 سنين بس، لاني حاسس السير والسلوك. كلها يومين وهيفرج عنها. السجن هتخرج من غير ما تأيدها بجوازه. جوازه مع ايقاف التنفيذ. ثم كمان انا وصيت عليها في جمعيه رعايه المسجونين هيشغلوها في مصنع. كل اللي بيشتغلوا في المصنع ده كان اصلهم مسجونين وتابوا. وكمان انا وصيت عليها انهم ياخدوا بالهم منها لغايه لما تاخد الليسانس وبعد كده. يا سعاده البي، خير البر عاجله. الجواز في السجن مش لعبه. ده اجراءات طويلة ومعقدة. ما تبسطوها يا فندم، احنا ذنبنا ايه؟ ذنبك انك مسجون، فاهم يعني ايه مسجون؟ يعني انت في نظر القانون فاقد الاهلية. الحب ما فيهوش لا قانون ولا فقدان اهلية. ربنا هو اللي بيؤلف القلوب على بعض. ولا يهمك يا صلاح. هي أول ما تخرج هتبقى حرة، مفيش حد له حكم عليها، وتقدر تكتب عليك في أي وقت. ليك عليا أعمل لك فرح ولا الهيلتون، وأنت كمان يا فاروق ليلة ما يفرجوا عنك هعمل لك عنبرة ما شافتهاش السجون. صلاح تعال عندك زيارة. جرى ايه يا ابني؟ ما انت كويس اهو. انا اول ما قريت الجواب اللي انت بعتهولي افتكرت جرى لك حاجه، جيت على ملاويش. عملت ايه في النقد؟ نقد؟ نقد ايه؟ احنا هنهزر مع الحكومه ولا ايه؟ ما كنت تقول من الاول انك مش عايز يكون لقينا بدلك بدل الواحد 1000. صدقني يا ابني في شبان كتير بيحسدوك على النعمه اللي انت فيها. تعرف انا جاي منين دلوقتي؟ تقول منين؟ مش عارف. من الشقة بتاعتك. يا سلام، اما الجدع مهندس الديكور ده طلع فنان بصحيح. عمل لك الشقة يا صلاح. اقول لك ايه؟ كأنه. وقدمت لك كمان على تليفون، عقبال ما تطلع بالسلامة يكون ركب. ولا الشبابيك الامونيا بإزاز في ميه عسلي يجنن. لا خليه اخضر. هي بتحب اللون الاخضر. هي مين؟ امك؟ لا، فايزة. اصل احنا ناويين نتجوز بقول لك ايه؟ تبقاش تبعت لي جوابات تاني لانها بتتراقب، كلمه تطلع كده ولا كده فيها خطر عليك. سلام عليكم. شمشون شمشون اصحى اصحى ان شاء الله اصحى يا راجل اصحى اصحى. خد خد اشرب شمشون. خير اللهم اجعله خير. اشرب. بتجهز شويه يا شمشون، عايزين نكون في المحكمه من بدري. طيب. نعيمة. نعم الله عليك. احنا هنوضب الحفله بتاعت فاروق، قبل ما تيجي من الجلسه هتكون كل حاجه جاهزه. دي هتكون ليله العمر يا فاروق. مبروك الافراج. الله يبارك يا شمشون. الله يبارك فيك. الله يبارك يا صلاح.
صلاح، انت زي ابني واللي ابني بيورث ابوه. انا كنت ساكن في حته الدبال الازرق ما يعرفش طريقها في الترب الجديده بتاع الجبل الاحمر، خرطة الف نمره 3، احفظ العنوان كويس. المفتاح انا دفنه تحت العتبه، تحت السرير صندوق فيه 1000 جنيه حلال عليك. ده انا زودهم لك يا عم شمشون. او لسه كنت حي ما تجيش. شمشون مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شوف وشك بخير. انا حاسس اني هاخد اعدام. تفتكر اعدام ولا مؤبد؟ انا مستبشر خير، مؤبد باذن الله. قول يا رب يا عم شمشون، قول يا رب. يا رب. واحد يا ورد، اتنين يا فل، تلاتة يا ياسمين، أربعة يا أبدع ناس معلمين. ايه يا عترة؟ 5 5 حرامية. ايه 6 6 مخالفين الشريعة الإسلامية. ايه 7 7 يا زهرة الشباب الوطنية، و8 يوديك الهرم، و9 أم المصريين، وسعد قال مفيش فايدة، رأسنا جدع. Oh.
حسن موجود؟ هو في الشغل. صباح الخير. اهلا. حضرتك المدام؟ ايوه. انا اخته. هو ملوش اخوات. قصدي ما قاليش ان له اخوات. هو في احلى من دول عيانين عندهم انتفاخ في جيوبهم؟ يعني انت سبت الطب؟ انا شطبت اسمي من سجل الممارسين وكتبته في سجل الموردين. بس احنا تعبنا قوي عشان تبقى دكتور. انا عملت اللي عملته ودخلت السجن. انا مش ناس اللي عملتيه عشاني. تحبي تاخدي مرتب شهري ولا مبلغ على بعضه؟ انا من رايي تاخدي المبلغ على بعضه. شاهد صلاح لسه ما خلصتش. ما اقدرش اسلمها لك دلوقتي. ابو الفتوح قال انها خلصت. انا يا فندم اضطريت اقول لصلاح كده لما بعت لنا الجواب. انا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. وانا ما افتكرش اني شفتك قبل كده. واثقه من نفسها قوي قوي. يعني انت فاكره كل سعاده البيه دول بيقابلوا كل ليله رجاله اشكال والوان. الله يكون في عونهم. يعني اقول لصلاح ان مفيش شقه ولا يحزنون ولا بلغ البوليس عن تجارتك في السوق السوداء وعن الفراخ الفاسده؟ ناقص في الميزان وبالطوابير وبالضرب، انما هنا وزنه قانوني وابيض ومش مخلوط ويجيلك لحد عندك في الزنزانه. انا شايل لك الرغيفين، خدي فرجيهم للاولاد. Thank you.
السجن من غيرك بقى سيد. وحشتني يا صلوح. استلمت الشقة؟ خدتها من عيني. مرضيش يسلمني المفتاح إلا ما هددته بعد التحقيق. عجبتك؟ زي السجن عشان انت مش فيها. قولي لي مبروك. مبروك. تاني ورا مدير السجن لغايه ما وافق على الجواز. امتى؟ هو وعدني انه هيجيب المأذون الزياره الجايه. في موضوع أنا الاوان انك تعرفه واقول لك عليه. انا دخلت السجن علشان ما تكمليش. من كتر ما انت مسامح كده متهيألي انك مش فاهم. مش عايز افهم. لو بتعزيني خليني اقولك. لو بتعزيني ما تقوليش. صلاح بلاش نتجوز وانت في السجن. هتستنيني لغايه ما اطلع؟ مش هستناك كتير، كلها يومين ثلاثة وتخرج ونتجوز وانت حر. اهرب يعني؟ تهرب ليه؟ هو انت المجرم؟ الشرنوبي وامثاله هم المجرمين. انت تقدم التماس بإعادة التحقيق وتقول للنائب العام على كله. احنا مش خلاص خدنا منه الشقة؟ نبقى ندفع له الإيجار بالشهر والخلو انت دفعته سنتين من عمرك. انا قلت لك محامي كبير قوي. ساعات اللي بيسجلات الكارتير هي اللي تثبت ان بالفتوح كان بيدفع لي 100 جنيه كل شهر. ودي قرينة مثبتة. وكان بيدفع لك مبلغ ده ليه؟ عشان اسكن على الحقيقة يا فندم. يا اخوالك هو كان شايل الفلوس دي عندي امانة وكنت بدفع له منها مصروف شهري هو والست والدته. كان شايل عندك كام يا عم؟ اللي كان شايلهم عندي خدهم. وباقي له في ذمتي 3 جنيه ونص. عشان ما يبلكش عندي ولا مليم بعد كده. شيل الفلوس دي. التحريات اثبتت ان صلاح فقير. ده شيء واضح مش محتاج التحريات. يعني ما يقدرش يدفع 50,000 جنيه؟ طبعا لا. وازاي بقى دفع لك 50,000 جنيه؟ انا ما خدتش منه ولا مليم. يعني اديته الشقه ببلاش؟ اهدتها له يعني؟ وهذه بمناسبة ايه؟ بمناسبة انه اتستر على مريم. انا ما اديتهوش رأي. بس ده معاه عقد تمليك. دي مش رمضتي. انا بتهمه بالتزوير. حولوها للخبير. العقد غير قانوني لان تاريخه كان اثناء وجود صلاح في السجن. والسجين فقد الأهلية لا يجوز له بيع أو شراء. طب ليه سلمت الشقة لفايزة؟ أنا حر أسلمها للي يعجبني. دي بنت أعرفها من زمان من يوم ابتدت تشتغل في الدعارة. ولما خرجت من السجن ما خلصنيش إنها تتبهدل في الشوارع. ده مش سبب كافي إنك تديها شقة ب 50,000 جنيه. بالصراحة هي عشيتي. إيه؟ إنما لو الحكاية دي هتجيب لي وجع القلب بلاش منها. أنا هقطع علاقتي بيها. أبو الفتوح اطردها من الشقة. مالك يا صلاح؟ حصل ايه؟ ربنا اقوى منهم يا صلاح. احنا الاثنين ظلمنا فايزه. احنا الاثنين. عشان تبطلوا الامراضه. سيب السرعه دي. وانت وش شو
كده يبقى لك 2.5 جنيه. بعد ما كنت بالبكايته دلوقتي بتنزل دم. اخص على ده زمن. قلب السلامة. دينا من السلامة قوي. مشكلة كبيرة. كلمة. رديت بالسيرنا عشان شقة وحتتين عفش. وطلعت من المولد بلا حمص. انا بقى مجرم في حق نفسي لو رضيت بالسجن بعد كده. لازم اهرب. هو انت عشان فليست يبقى خلاص السجن بقى كوخة؟ ثم انت عايز ايه من الكانتين؟ اكل؟ ما بياكلونا هنا ببلاش. ده العيش لوحده يشبع. وبيعالجونا ببلاش. واخصاء اجتماعي بيحل مشاكلنا. بصراحة يا ابو صلاح الجماعة هنا مش مقصرين في حقنا في حاجة أبدا. دول يا راجل عاملين سور حوالين السجن موقفين عليه حراس عشان يحرسونا عشان محدش من بره يخش علينا هنا يزعجنا. يا أخي احمد ربنا ده احنا في نعمة. شايف النعمة؟ شايف العيش؟ في حاجات أهم من العيش. معلوم. اللحمة. الحرية وأنت صادق. الحرية أغلى من رغيف العيش. أنت ممكن تهرب بصراحة لكن مش ممكن تتهنى بهروبك. انا واحد من الناس هربت 3 مرات بس كل مره ارجع تاني. عشان العيش طبعا. الله ايه ده يا فايزة؟ حقا ما يديش حق في كملي ده. انا لقيت نفسي فاضيه. يا اختي استريحي ده انت لسه راجعه من الشغل تعبانه. كمان ما تكلفيش نفسك وتشتري حاجه تاني بقى. دي حاجات بسيطه. انت عامله فرق ولا ايه؟ ولا فاكر نفسك دي؟ ده احنا اخوات واكتر من اخوات. والله ما انت مادة ايدك على حاجة. مادة الله. دي حاجات هعملها بصراحة. هي زيارة امتى؟ بعد بكرة. ولو سألك على الشهر لومبي هقول له على اللي انا ناوي اعمله فيه. ايوه الراجل ده محدش يقدر عليه. ولا حتى الحكومة. انت ناوية ناوية اطلع عين امه. سهل تقول لك تركها تركها اكتر من كده. بقول لك زود الاجزاء. هات يلا يلا قوام. خد له كمان عبد. اكتب ايه؟ غير صالحه للاستهلاك الادمي. تستعمل علف للاسماك. جميل. نهر ابوه اسود ان شاء الله. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ولا حاجه يا حبيبي. سميات؟ ايوه هتحللوها في وزاره الصحه. الشرنوبه ساعات البيبي بيستوردها بتراب الفلوس ويحط عليها مواد كيماويه وبعدين يبخرها بالعجل. حتى ساعتك شم؟ شم يا فندم. ده غير اكل القطط اللي بيبيعوا للناس على انه بلوبيف. والجبنه الفسدانه اللي موتت التلامذه. والناس غلابه بياكلوها. ينصر دينك يا فايزه. وهفضل وراه كده لغايه ما اخليه يعترف ويجي يتسجن هنا بدالك.
وحياة عيونك يا صلاح، قريب قوي هتخرج. أنا المتهم الحقيقي في قضية الفراخ. أنا أجرت المخزن من الشرنوبي بيه واستغليته في أعمال غير مشروعة. وأدي عقد الإيجار. أنا اشتريت منه الفراخ على إنها علف، وبعد كده بعتها للبقالين. وأدي الفواتير أهي. وأنت بسلامتك حسام علي؟ أيوة يا فندم. وأدي الإيجار. طالب في كلية الآداب. أنا اتخرجت السنة دي. وبتشتغل إيه؟ مستني القوة العاملة. إيه بقى اللي خلاك تسلم نفسك؟ لما قريت في الجرايد انهم قبضوا على الشرنوبي بيه وهو بريء، ضميري ما سمحليش. بعدين لهم ضميرك ده بكام؟ هيدوا لك شقه ويصرفوا عليك الكام سنه اللي هتقعدهم في السجن. دلوقتي سعاده البيه من حقه انه يرفع عليه قضيه طرد من المخزن، حيث انه استخدمه في غير الغرض المخصص له. اتفضل. هو غاب منك المخزن وبيشتكي لي ممكن ما يديكش اللي وعدك بيه، ولا انت واخد عليه ضمانات كافيه؟ يا فندم ما وعدنيش بحاجه، وأرجوك تخلصني من عذاب الضمير اللي أنا فيه ده. يا حضرة الضابط، البنات دي فيها قانون، والقانون بيقول إن اعتراف سيد الأدلة. قدامك واحد بيعترف وأنا بنت. حضرتك شايف إيه؟ أفرجه عن الشرنوبي. توفيق، اعمل معروف، لازم تساعدنا على الهرب. يا ريت، بس العين بصيره والايد قصيره، الهرب محتاج مصاريف. اذا كان على الفلوس ربنا يدبرها. افوت على حضرتك بعد يومين تكون حضرت المبلغ والهدوم. عايزه الالف جنيه ليه؟ ابني بيهم مستقبلي. وال500 اللي خدتيهم صرفته، وانصرفت ال1000 دول كمان وجيت عشان تاخدي. لو طلبت منك تاني ما تبقاش تديني. لا تاني ولا اولاني، انا مش هقعد على تالي فلوس. دول يا دوب قرشين عاملهم بعرق جبيني. لو مفيش فلوس هنا هات من البيت. اروح اطلب من المدام؟ انت بتهدديني؟ عايزه تفضحيني قدام مراتي؟ طب اعملي اللي انت عايزه تعمليه ومش حطولي مني ولا قرش. ومن هنا ورايح كل واحد يتعلق من عرقوبه. دلوقتي بتقول كده؟ وزمان كنت بتقول ان القفه اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين، فاكر ولا نسيت؟ ايام ما كنت بتحررني على تفتيح المخ عشان اجيب لك فلوس. شهاده الطب اللي انت مبروزها دي انا اللي دافعه ثمنها، دافعه من شرفي ومن كرامتي. طيب طيب، ادي شهاده الطب اللي انت هتذليني بيها اهي. اتبسطتي؟ روحي بعدي ميكروفون واقفي في وسط السوق وقولي انك كنت في السجن، مش هيهمني. ما انا هقول، بس مش هنا في المحكمه. ارفع عليك قضيه نفقه، انا مسؤوله منك، الشرع والقانون بيقولوا كده. أقدم مستندات بجميع أموالك وحساباتك للمحكمة، وكل واحد بقى ياخد حقه. الضرائب اللي انت متهرب منها تاخد حقها، والجمارك تعرف تحاسبك، وانا اخد منك نفقة شهرية. ياه، ده انت السجن علمك حاجات كتير وسخة. وانت السوق علمك حاجات أوسخ. واللي يضمن لك مش هتطلبي مني فلوس تاني. مفيش ضمان، وكل ما عاوز حاجه اخد. ايه ده؟ انت بتسرق في البيتان؟ سبت ايه للحراميه اللي بره؟ ما نسيب السجن بقى ونروح بيوتنا. انت هتعمل لنا خاوته بقى على 25 جرام ناقصين، وليك عين تنط عليا. والله انت بقول لك ايه؟ سيب بقول لك انا هعذبك.
غلط. لمصلحتك ما تخرجش بره الفيلا لغايه ما نقبض عليه. يعني ايه؟ المجرم يبقى مطلوب في الشوارع وانا اتسجن في بيتي وتعطل اعمالي؟ القبض عليه مساله ساعات، احنا هنعمل له كمين هنا واول ما يظهر هنقبض عليه. اللي هرب من السجن ما يهموش الكمين. ويا ريته يظهر. انا لو شفته ده هيكون اخر يوم في حياته. ما تعرضش نفسك للمسؤوليه. المسدس مرخص وانا بدافع عن نفسي. شاويش متولي. انا رن شاويش متولي هيقوم بحراسه الفيلا. انت تعرف صلاح يا شاويش متولي؟ معايا صوته يا فندم. اطمن يا سعاده البيه، انت دلوقتي في حمايه البوليس. حمايه البوليس؟ كمين ده بيتعمل ضدي عشان يراقبوني. هتعمل ايه في الشرنوبي؟ مش هعمل له حاجه. ده انت تقدر. ما يقدر على القدره لربنا. انت فاهم وانا فاهم. امال ناوي على ايه؟ ناوي اعيش. اعيش معاكي. بس مش هنقدر نعيش هنا. هنسافر. يسافر؟ يسافر فين؟ بره مصر؟ هنتقابل ازاي؟ مش هنشوف بعض تاني.
البوليس هيراقبك عشان يوصل لنا. والباسبورتات؟ حطهم في السينما ديانا، فاتورة المية. بتاعت السيدات، وسيبهم في أول سفون. عايزين تسافروا فين؟ أزور لكم التأشيرة بالمرة. إيه؟ تحب تسافري فين؟ مش عايز أسافر. أي بلد تعجبك؟ ما هي دي البلد اللي تعجبني. ودينا أي بلد ما فيهاش الشرنوبي. وفلوس الطيارة هتعملوا فيها إيه؟ شمشون سايب لي فلوس في المطرح بتاعه. أشوف وشكوا بخير. بسير الحي تلاقي فاروق. هما ليلتين او ثلاثه بالكتير اللي هنقعدهم هنا، استحمليهم. هو كان قال لي الفلوس في الصندوق تحت السرير. مليون نفسي ياكل. تلاقيك ما فطرتش.
مفيش غير فاروق هو اللي يقدر يدبر لنا أجرة الطيارة. فاروق ما عندوش فلوس، أنا عشت معاهم وعارفة ظروفهم كويس. يزور هانا؟ مش هيقدر، البوليس مشدد المراقبة عليه قوي. يعني هنندفن هنا بالحياة؟ أنت تعبان، استريح دلوقتي، ما تفكرش في حاجة. برافو عليك، صوابعك بتتلف في حريق. شكرا يا دكتور. من ورا من ورا من ورا. انت فين لغايه دلوقتي؟ مفيش حد في الدنيا من حقه يسالني السؤال ده غير مراتي. كلمة ايه؟ فين صلاح فين؟ فتش احكي لك هو فين؟ ايه اللي معاك؟ الحمد لله مسألة هديت دلوقتي، ممكن يتوه وسط الخلق، يقدر يشتغل في أي حتة من غير ما حد يضرب بينا. نشتغل إن شاء الله في الفاعل، هنشتغل لغاية ما نلم حق التذاكر وبعد كده نطير. مش هيسيبونا في حالنا، الشرنوبي والحكومة وأخويا مستكترين علينا نعيش حتى في تربة. لو نروح لمأزون دلوقتي ونخليه يكتب علينا باسبورتات معانا تغني عن البطايق. بس الباسبورتات دي مكتوبه باسامي غير اسامينا، يعني المأزون هيجوز حسين لثانيه، وانا بقى عايزه صلاح هو اللي يتجوز فايزه. هما زمان قبل الباسبورتات والبطايق كانوا بيتجوزوا ازاي؟ بالايجاب والقبول. يعني ايه؟ يعني تسالني اذا كنت اقبل اتجوزك، ارد عليك واقول لك ايوه زوجتك نفسي. تقبلي تتجوزيني؟ اقبل زوجتك نفسي. خلاص بينا متجوزين. لا ناقص 2 شهور. اتنين شهور. ربنا هو الشاهد علينا. Thank you.
فاضل قد ايه؟ كتير. المصيبة اللي وقعنا فيها. ما تفكرش في حاجة دلوقتي. فكر بكرة. النهار له عنين. يلا تعالى نام دلوقتي.
صلاح. ورا ورا فاتر. يلا حاضر فاتر. ورا ورا فاتر. ايوه حاضر. انت ايه اللي جايبك هنا؟ شاب نوب عامل عليك حمله في الجرايد. انا جاي لك عشان كده. حد يخلي باله من الباب. انت ما سافرتش ليه؟ ما لقيتش الفلوس؟ فاروق بلغ عني واخد ال 10,000 جنيه. انت اتجننت. اسمعني كويس. ابعد المكافاه واديها لفايزه. انت عايز ترجع السجن تاني؟ عايز فايزه ما تتبهدلش. فايزه حامل يا فاروق. مش عايزه تتبهدل معايا اكتر من كده. سلمنا الحكومه وادي الفلوس لفايزه. كلام ايه اللي بتقوله ده يا صلاح؟ انا هخلق لك فلوس دلوقتي. يا اخوانا في اتنين زمايلنا في ضيعه. اللي معاه فلوس مش لازمها يحطها هنا. حتى لو لازمها هم اولى. احنا ما نبقاش رجاله ما كناش نساعده هو ومراته. شوف وشك بخير. العين بصيره يا ابني. النوايا تسند الزير يا امي. بعد بكره المطار 4 بعد الظهر. انت عارف ايه عقوبة مساعدة سجين على الهرم؟ انا ما ساعدتوش على الهرم. اتسطرت عليه؟ ما حصلش. طب ليه ما بتقرش على مكانه؟ لأني ما اعرفش مكانه. ليه ما بلغتش عليه لما جالك المصنع امبارح؟ هو ما جاش المصنع، هو انا ما شفتوش من ساعة ما خرجت من السجن. استاذ فاروق برضو؟ انت مين؟ انا ابو الفتوح. اركب. اتفضل. انت صديق صلاح؟ يا سعاده البيه ده صديق صلاح الوحيد، وعاوزين نعرف بقى امتى الصداقه دي عندك. تاخد كام بقى وتدلنا على مكانه؟ انت عايز ايه من صلاح؟ مش كفايه اللي عملته فيه؟ ما تسيبه في حاله بقى. انا بحمي نفسي منه. هو مش هيأذيك في حاجه. مش هعرفك. انا عارف كويس. طب ليه هرب من السجن؟ وليه دخله؟ عبط تمن دخوله. اسمع يا فاروق، هروب صلاح بيضرنا احنا الاثنين. انا مش قادر اشتغل وانت كمان مش قادر تشتغل، لان البوليس بيراقبك ليل ونهار علشان انت الخيط اللي هيوصله لصلاح، والمراقبه دي منعك من ممارسه عملك التزييف لدرجه انك قبلت وظيفه تافهه في مصنع رعايه المسكونين. بتقبض منهم كام؟
ملالين يا سعادة البيه، ده قبل ما يخش السجن كان عايش ملك وممكن يسترد عرشه. أنا هديلك المبلغ اللي يرضيك. وأنا هديك نصيحة لوجه الله، شوف لك صنعة تانية غير التجارة لأنك ما بتفهمش فيها، بتضيع وقتك في صفقة مش هتتم. عشان نوبي بيه كنوز الدنيا دي كلها. أنا ما أقدرش أديلك كنوز الدنيا لأني ما أملكهاش. خلينا في كنوزي أنا. أنا كنت عامل 10,000 جنيه مكافأة لأي حد يقبض على صلاح، لكن طبعا أنت مش أي حد، علشان كده هديلك 15,000 جنيه. وفر فلوسك، مفيش داعي تبيع وتشتري في الناس. 20,000. صلاح عمره ما هيتعرض لك. 50,000 جنيه. صلاح مسافر، هيسيب لك البلد باللي فيها. انت متأكد يا فاروق يا ابني؟ أنا بنفسي حجزت له تذكرة الطيارة. بالسلامة إن شاء الله. ده حقك. بس أنا مش هطمن إلا لما أشوفه بعيني وهو بيركب الطيارة. هو مسافر إمتى؟ بكرة. الساعة كام؟ 4. أمي صعبانة عليا من ساعة ما دخلت السجن ما شفتهاش. أول ما نوصل بإذن الله نبعت لها تيجي تعيش معانا، عايزاها تبقى جنبي ساعة الولادة. مش خايفة من الغربة؟ أنا ما يهمنيش أي حاجة في الدنيا قد إني أكون جنبك. Thank you.
حتى انت فاروق، حتى انت. اذا كنت انتهنت عليك نفسك وبعتها بالفلوس، مستغرب ليه ان انا ابيعك؟ زي ما انت يا شرموبي، زي ما انت. انت دخلت هنا ازاي؟ مش مهم دخلت هنا ازاي، ولا مهم هخرج ازاي. لا 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 شرنوبي، بلاش الحاجات دي ارجوك. ايدك لفوق. حاضر، انا مستعد انفذ كل طلباتك. انا ماليش غير طلب واحد بس. الفلوس؟ امرك، كل ثروتي تحت امرك، خدها وامر وانا سفرك البلد اللي تعجبك. هي دي البلد اللي تعجبني صلاح؟ انا ما ضربتكش على ايدك، انت اللي اخترت من الاول. في الاول ما كانش اختيار، كان غصب. استغليت فقري ولعبت بيا وعشمتني، ضيعتني وضيعت فايزه وضيعت فاروق والشاب اللي شيلته بدالك قضيه الفراخ وغيره وغيره وغيره. تستغل ظروف الناس وتقول اختيار. الاختيار الحقيقي دلوقتي. طبعا هتختار مصلحتك، هتختار العز والفلوس. انا دلوقتي اوفر من الاول، لكن اقدر اختار. انا اخترت حد المشنع. ايوه، قتل مع سبق الاصرار. صراحة يا ابني انا ما عملتش حاجه، انا كل شغلي كان عليك. شوف وبالقانون. تدمرت حياتي بالقانون بتاعك، ودلوقتي جه وقت القانون بتاعي. Thank you.